الحمد لله بلادنا عززت البرامج المؤسساتية ديالها بالبرنامج الوطني لجودة الهواء اللي احنا اليوم في السنة الثانية دياله، وهذا بفضل واحد الريادة ديال مؤسسة محمد السادس اللي كترأسها الأميرة لالا حسنة، اللي كانت حقيقة عطت الريادة البرنامج، رصد لهذا البرنامج الجديد اللي هو البرنامج الوطني لجودة الهواء. هذا مشروع كامل انطلق في 2002 بالريادة وبالعمل للمؤسسة، واليوم يتعزز ببرنامج وطني بحيث غنتقلوا من 29 محطة لتقييس جودة الهواء في إطار منظومة، ما غاديش نديروا التقييس في إطار منظومة إلى 101 محطة باش تكون عندنا تغطية المملكة المغربية كاملة بأجهزة التقييس. هذا الاحتفال باليوم العالمي للتنمية المستدامة في موضوع جودة الهواء مناسبة باش نستعرضوا شنو هي الجهود اللي تمت في مراقبة متابعة جودة الهواء في المدن ديالنا بالخصوص، خصوصا المدن الكبيرة، وأيضا مراجعة المخطط والبرنامج العملي اللي كاين باش ندفعوا في اتجاه يكون الهواء ديالنا صحي مناسب. وبطبيعة الحال هذا واحد من البرامج، واحد من البرامج الطموحة إن شاء الله، وحنا كنتقدموا فيه بطريقة إيجابية، ولكن هو بالموازات مع برامج أخرى مثلا ديال جمع النفايات، تطوير جمع النفايات، وهذا التطوير ديال جمع النفايات خصنا نمشيو فيه في اتجاه ديال الفرز ديال النفايات، ديال التثمين ديال النفايات، ديال التقليص من الضياع، ديال هذه كله امور سبقتنا بها الدول المتقدمه، وحنا خصنا ضروري نديروه لانه غادي يمكننا باش نقلصوا الضغط في المدن ديالنا سواء من النفايات ولا حتى على الاسر ولا حتى على الجماعات. ايضا هناك برنامج طموح ديال تطهير السائل ومعالجه المياه العادمه، حنا دابا غاديين في اتجاه الندره ديال المياه، هذا الشيء دابا فيه مشاكل عالميه. بالنسبه للبرنامج الوطني لجوده الهواء، بدون شك المغاربه كيعرفوا ان في مجموعه النقاط ومجموعه المدن معروفه بالتلوث الهواء، وعنده اثار اللي اليوم دراسه درناها مع البنك الدولي كتوصل هذا الاثار الى 1.04 من الناتج الوطني الخام، واحد عشرات المليار ديال الدرهم اللي كيأديها المغرب فيما يتعلق بآثار ديال تلوث الهواء في علم الصحه، الناس اللي عندهم هشاشه صحيه. هذا البرنامج فيه ثلاثه المستويات، المستوى الاول هو غنديروا التغطيه ديال التقييس على مستوى المملكه، غتكون عندنا لجان فيما يتعلق بجوده الهواء، اليوم درنا 8 وغنمشيو ل 12 في اخر 2019، في اخر 2019 غيكون عندنا ايضا تقرير وطني لجوده الهواء، اول مره غادي يكون عندنا تقرير وطني بحيث المواطن غيولي عندهم المعلومات ذات الصله بجوده الهواء. وثم غيكاين البرنامج الوطني اللي صادقت عليه اللجنه في يونيو 2017 كيقتضي واحد التدخل متعدد الاطراف. قبل مدينه الدار البيضاء اللي هي النقطه ربما هي السوداء حاليا في التلوث ديال الهواء، هل الوزاره ديالكم الان غادي تمشي في معالجه هذا المشكل؟ صحيح، هو اولا رحنا بدينا تقريبا في 2018 كانت اتفاقيه توقعات، ودابا كيديروا لي تام دو ريفيرونس باش نكملوا جهه الدار البيضاء كلها، ماشي غير المدينه، جهه الدار البيضاء كلها في عمليه التقييس. بالتالي مدينه الدار البيضاء هي من في اطار الجهات اللي معنيين بالبرنامج في الاوائل، بحكم كما قلتم انها الجهه اللي كتعرف هذا المشكل التلوث، واللي ضروره انه خصنا تكون عندنا برنامج مندمج باش تكون المعالجه فيها النجاعه. ثم كاين ورش اخر اللي هو انطلاق السيارات الكهربائيه من كتابه الدوله التنميه المستدامه، اللي هي ماشي اجراء منعزل، هو واحد الاجراء اللي في اطار واحد الخطه الطريق ديال الحكومه وديال الدوله المغربيه باش نمشيو للنقل المستدام. في هذا الشان، في هذه النقطه بالذات، واش الدوله او الحكومه تتفكر باش تشجع هذا الاستعمال او البيع ديال السيارات هذو الكهربائيه باعطاء مناح او باعطاء تسهيلات لتشجيع الناس باش يبداو عوض ما ياخذ هذا، وهذه داخله في اطار ديال الطاقه النقيه. صحيح، وفي هذا النقل المستدام راه كاين برنامج مندمج عند وزاره النقل غتكونوا طلعتوا عليه، اللي فيه بدينا مع اصحاب الطاكسيات، والحمد لله راه مشى تقريبا دابا فيه 80 ولا 90% ديال تجديد الحظيره
جزء فيها فيه سواء السيارات الهجينه او الالكترونيه اللي غادي تكون ان شاء الله. ثم كاين واحد الطلب، حنا اللقاءات اللي درناها مع الوزارات ذات الصله بهذا البرنامج كله المندمج ديال جوده الهواء وديال النقل المستدام في اطار الكوميتي دو بيلوتاج لجنه القياده ديال مثاليه الاداره، هذا في كاين واحد الطلب كبير من طرف المواطنين اللي حنا في اطار اولا البحث على بالطبع في القانون المالي يكون موضوع نقاش ونشوفوا اشنو نديروا. وممكن ايضا كاين فيه تجاوز في التمويل الدولي للمواكبه، ماشي بالضروره اعطاء ولكن للمواكبه،